أطلق محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة سيارة التوثيق المتنقلة لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة. وأكد شوشة أنها خطوة هامة من الحكومة لتقديم الخدمات المتنقلة في مجال الشهر العقاري والتوثيق تيسيرا على المواطنين وحصولهم على الخدمة في أماكن وجودهم في مختلف أنحاء المحافظة بما فيها وسط سيناء لخدمة الأهالي هناك. كما أضاف المحافظ أن السيارة تعد أحدث تقنية لخدمة شمال سيناء وتجوب الشوارع والأحياء والمناطق المزدحمة والقرى والتجمعات لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري فيما عدا إثبات التاريخ، كما تقوم بتوثيق الأشخاص والشركات وتقوم بالعمل في المناطق المزدحمة وأمام مكتب التوثيق المكتظة. العربية المتنقلة للشهر العقاري هتسهل إجراءات المواطن وهتسهل لينا إحنا أهل سيناء المتاعب الازدحام في مكاتب الشهر العقاري، ونشكر كل القائمين على هذه العمل الممتاز. يعني الأول تجربة لينا أن العربية بتلف، وإن شاء الله تعالى يكون في تقدم أفضل بأمر الله وخدمة إن شاء الله طيبة. صح إحنا لسه هنبدأ نقول بسم الله وإن شاء الله يعني جزاهم الله خيرا، ونشكر طبعا كل الجميع ست المحافظ وكل من هو بيدعمنا وبيخلي البلد اكثر امن وامان وشغل، انه الدنيا ان شاء الله تكون في تطور لافضل بامر الله، وربنا يحفظ البلاد والعباد يا رب.